السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة بجاوبكم، النهاردة 2 مارس 2021، هجاوب الأسئلة اللي جات على قناة اليوتيوب في خلال 24 ساعة اللي فاتوا. قبل ما ابتدي طبعا أقول للناس كالعادة، الناس اللي عندهم صبح صباح الخير، والناس اللي عندهم ليل مساء الخير. نبتدي بالأسئلة. عندنا الأسئلة في أخونا في تحت فيديو اسمه فيروس الإيدز طرق العدوى. طبعا كالعادة مازال أكثر الأسئلة هي إيه حوالين فيروس الإيدز. فأخونا ده بيقول إيه، بيقول أحتاج استشارة، فحصت HIV، فحصت HIV في مختبرات السعودية يوم 3، يعني بعد 3 أيام، اللي هو الكومبو أنتيجين أنتيبودي، وفي مختبرات مش عارف ايه يوم 9 و19 و40، اللي هو كومبو تقريبا، عمل كله كومبو. واحنا قلنا الكومبو ده بيبقى قطع بعد 28 يوم، هو الراجل عمل لحد 40 يوم، يبقى كده خلاص. بعدها سويت في المشورة فحص طوع الاختبار وغزة الاصبع السريع يوم 98. الاختبار الاخير ده يمكن الاجسام المضادة، الاجسام المضادة، ويوم 108 ويوم 120. يا سيد ربنا يقويك. يا ترى يعني هو كده، هل هذا يكفي؟ لا ما يكفيش، انت تروح تعمل كل يوم ويوم اعمل تحليل، يعني ما اكيد حضرتك عارف الاجابة، يعني مش عارف هل التحليل دي مجانا ولا بالفلوس. لو بالفلوس اقول لك يعني حرام عليك الفلوس اللي انت بتهدرها بدون سبب، كان اولى ان انت تتبرع بيها لحد غلبان. لكن على كل حال اجابة سؤالك ان كده مش محتاج تعمل اي تحليل تاني، واذا إلا طبعا لو كنت هتتعرض للعدوى من جديد. لكن لو ما تعرضتش للعدوى جديد ومخك قال لك تعمل تحليل تاني، فنصيحتي ليك إنك تعرض نفسك على طبيب نفساني مش طبيب زي حالتي. فالإجابة النهائية إن خلاص يا سيدي ما عندكش الفيروس الـ HIV وأمرك طيب وملوش لازمة. طبعا شفتوا بقى، أدي عندنا هو، شفتوا بقى أنا آخر الإجابة بتاعتي قلت له إيه؟ قلت له اعرض نفسك على طبيب نفساني. شوفوا أدي إيه، ادي ما شاء الله، خلينا كده نشوف شكله كده يعيد السؤال 200 مرة، ما يعني ما انت عارفين النت بيلم يعني. ده ادي سؤال تاني في موقف في الإجابة على أسئلة نفس السؤال ونفس الشخص، وبعدين يا ترى ايوه. وادي تالت مرة تحليل ايدز المنزلي، ما هي مميزاته؟ برضو عايد السؤال، ومش بعيد يكون عايده كمان، وكمان في اماكن اخرى. ماشي، على كل حال اديك انت عرفت الاجابة يا استاذي الفاضل، مش عارف اسمه ايه، طبعا اكيد مش كاتب اسمه يعني. لا كاتب ايه، هو محمد ياسين. طيب يا محمد ياسين، ربنا اللي انا اقدر اقوله لك، ربنا يهديك ويدخل السكينة في قلبك ويخلي عندك ثقة وايمان بالله وثقة في الطب، وما تعملش التحاليل تاني، انت كده امورك طيبة ان شاء الله. ومعليش طبعا الكلام، انا بحب اضحك شوية مع الناس. يا ترى خلصنا اسئلة محمد ياسين؟ خلصنا الحمد لله، بطل يحط اسئلة تاني. السؤال اللي بعد كده ده عن ايه، كان جه تحت فيديو اسمه ده اعلان عن العيادة بتاعتي للناس اللي عايشين قريب من مني او كده. هل ألم الحلق من أعراض السيلان؟ لا، هو ألم الحلق مش من الأعراض المباشرة للسيلان. السيلان ده من اسمه يعني في سيولة بيسيل الراجل على نفسه. ويت اوكي ليتر كم 5 minutes. الراجل او الشخص بيسيل على نفسه، بينزل عنده إفرازات من العضو الذكري، ده من الاسم، هو ده الأعراض بتاعته. ممكن طبعا يكون معاه شوية حرقان في البول، ألم في منطقة الحوض من أسفل، ممكن بقى لو ليه مضاعفات يوصل إلى الركبة، يوصل إلى الركبة، ممكن يوصل إلى العين. لكن الحلق ده مش بتاع النيسيريا الجنورية، في نوع تاني من النيسيريا نفس الجرثومة ممكن تعمل مشكلة في الزور، بس مش النيسيريا الجنورية بتاعت السيلان. المهم نخلص الأسئلة بتاعتنا. اللي بعد كده ربنا يبارك فيك، ده أخونا محمد سيد، أهلا بيك يا محمد، كتر ألف خيرك. وبعد كده في مين،
واخ تاني اسمه اتش كيو، اخونا ده اخ محترم جدا، دايما نجد الفايده في كل اطروحاتك. اشتقنا يا دكتور هلال لبثوثه للبث المباشر يا سيدي، وانا كمان اشتقت والله، بس هو الوقت من ناحيه وفرق التوقيت من ناحيه تانية، يعني اتنين عوامل مخلين الواحد ايه متقاعس شويه في حكايه البث المباشر، لكن ان شاء الله ربنا يقدينا القوه ونعمل بث مباشر زي ما كنا بنعمل زمان. ده بقى عن البربخ، التهاب البربخ في تحت الفيديو ده. السلام عليكم يا دكتور، انا عندي الم في الخصتين قبل كام سنه، اتضح عندي التهاب في البربخ من قبل فحص الدكتور المختص، ان اريد ان اعرف الاسباب التي حتى اتجنب اسباب الاسباب التهاب. ابعد عن العدوى، وفي الغالب بتبقى عدوى جنسية، يعني 95% انا 95% من الم من التهابات البربخ بتبقى نتيجة عدوى جنسية، يعني التزم الامور الوقائية عشان ما تجيلكش العدوى الجنسية تاني. هذه الاشياء الفيديو ده اسمه هذه الاشياء لا تنقل فيروس نقص المناعة، حاولنا ان احنا نجمعها الفيديو، لكن هي الاشياء التي لا تنقل دي ايه؟ كل شيء في الدنيا باستثناء الامور التي تنقل. هل ينتقل وضع الاصبع المجروح داخل المهبل واختلاط الاصبع؟ يا اخي سبحان الله، انا مش عارف اللي بيسال هذه الاسئله ده، يعني يلا ربنا يهديكم، يعني واحد صباعه متعور هيدخله في مهبل واحده ست، ويا مين الست اللي هترضى انك ده الواحد بيبقى صباعه متعور بيبقى رافعه لفوق كده والحقوني بالضمادات ويحط عليه بتادين لكن واحد صباعه متعور وهيدخله، يعني ربنا يهديك. على كل حال لو افترضنا جدلا ان سؤالك ده واقعي، هنقول ان لو سؤالك متعور خليني بقى امشي معاك كمان، ما هو لو سؤالك متعور وبيخر دم يعني الجرح مفتوح ممكن يتنقل اليه العدوى عن طريق الدم. ماشي، السؤال الاخير ده جاوبنا عليه، ده السؤال الاخير، هل تتحول لا ده بيعيد السؤال تاني. كده تقريبا خلصنا الايه، كده يا اخوانا خلصنا الاسئله. اخر حاجه واحد بيقول ايه هنا، رب يعطيك العافيه، واحد هنا رب يعطيك العافيه يا دكتور، ده اخونا اياه اللي عاد التحاليل 200 مره ده، ماشي. الله يخليك يا احمد يا جواد، والله انا اول ما عملت هذا الباس الفيديو قلت اعمله مخصوص عشان اشكر واحد اسمه احمد جواد، يا رب يكون سمعني ويا رب كل الناس اللي بتسمعني جاوبوا على بعض، يعني المعلومات اللي هي اصبحت بديهيه الف باء، جاوبوا الناس اللي بتسال الاسئله. يا شوف اخونا احمد جواد قال للاخ اللي هو عاد التحليل 100 مره ايه، قال له اخي الكريم محمد ياسين، اخي الكريم زي ما انتم شايفين كده، اخي الكريم اهو، ادي الرد بتاعه، بيقول له اخي الكريم اللي انت بتعمله ده، الرد بتاعه اخي الكريم الرد، هذا مجرد مضيعة وقت لنفسك ولصحتك النفسية، الطب ليس فيه شيء واحد واحد اسمه اتنين، كلامك صح طبعا. انا عايز بقى كل واحد يبقى كده، او الناس كتير اللي هي عندها ثقافة ما تحركش ردوا، اساسا الحوار مفيد وبيثبت المعلومات، ردوا على بعض عشان الفايدة تعم ويبقى فيه ألفة ما بين الناس وبعضها. واشكركم على مشاهدة الفيديو، وياريت تعملوا له اللي ما كانش بقى مشترك يشترك وتعملوا لايك للفيديو وتشيروا، يعني تنشروا على أصحابكم وقرايبكم ومعارفكم عشان تعم الكلمة. وبكده خلصت الفيديو بتاع النهاردة، وأشوفكم بخير في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.